أعزائي المشاهدين، أنا وياكم اليوم علشان نختار لكم حق طول شهر رمضان كل المأكولات اللي بنستخدمها، بهارات، بنستخدم لحوم، بنستخدم مكسرات. أنا بدور وياكم اليوم من مكان لمكان علشان أحضر لكم التجهيزات اللي دايماً إحنا نحضرها في شهر رمضان، فتابعوني، تعالوا معاي، يلا نشوف شنو اللي بنحضره اليوم. السلام عليكم أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا فيكم في حلقة متميزة لهذا الشهر من شهر رمضان. واليوم وصلنا 14 رمضان، وإن شاء الله تكون كل الأيام خير وسلام عليكم. اليوم حلقتنا طبعاً إحنا عارفين 14 رمضان هي ليلة القرنقعو، وإحنا اليوم أعدينا لكم أطباق شعبية بما أن تناسب هذا اليوم. اليوم عندنا أول طبق اللي بيكون هو المقبلات، بيكون عندنا البيض المسلوق مع السبانخ والجبن، بس عندنا الطبق الرئيسي بيكون الجريش باللحم، والطبق الحلو بيكون عندنا الخبيصة. إن شاء الله تعجبكم أطباق، وبشوفون مقادير أول طبق على الشاشة. ستة بيضات مسلوقة، كوب واحد من البشاميل، ملعقة واحدة جبن كيري أو فيلادلفيا، ملعقة واحدة جبنة بارميزان، ملعقة عصير ليمون، نصف كوب سبانخ، نصف كوب جبنة فيتا، نصف جزرة مبشورة ناعمة، أربعة أوراق من الريحان، جبن موزوريلا، وثلاث ملاعق من اللبنة، ربع حبة فليفلة حمراء، نعناع طازج، رشة فلفل. الحين عندنا الطبق البيض المسلوق، عندنا ست بيضات سلقناهم، عندنا هني سبانخ. السبانخ أول شيء بنحطه في المقلة، هاي السبانخ. طبعا السبانخ من الاوراق اللي بس تكون في الشتاء، فاحنا شو نسوي دائما لما يصير الشتاء ناخذ السبانخ بكميات، نغسلها وننظفها زين وننشفها ونقطعها ونحطها، نكيسها، نحطها بالفريزر علشان في الصيف ما نلاقي سبانخ طازج. فهذه عندنا السبانخ الحين شويه بس نخلي الماي يطلع منه. طبعا عندنا هني انواع من الجبن، انا حاطت لكم في المقادير لكن لكم الاختيار، تبون جبنه الفيتا، تبون جبنه الشيدر، البرمازون، المزارولا، الكيري، اي نوع من الجبن انتم تقدرون تخلطون. اذا حتى كل الانواع تبون تخلطونها مع السبانخ تقدرون تخلطونها. اذا الحين انا بس اشوف شويه، خلي شوية بس ينشف الماي، وبحط عليه بس ملعقتين من الزيت الزيتون، نقلبهم مع بعض مع زيت الزيتون، السبانخ مع الزيت الزيتون. هني عندي جبنة الكيري بحطها، وعندي جبنة الشدر أيضا بخلطها، بنخلطهم مع السبانخ، بنرش شوية بالفلفل الأحمر، والبرمازون، وشوية من الملح لأن بعد الأجبان فيها ملح ما بنكثر من الملح، وعصير الليمون. الحين كلها اختلطت مع بعض. الحين عندي كوب من صلصة البشاميل أيضا بحطه فوقه، وبخلطهم كلهم مع بعض. جدا سهلة ذي الطريقة،
وتصلح طبعا حق السحور. اذا عندنا بس هني الريحان، نقطع الريحان وبنضيفه عليه. طبعا احنا سلقنا هني 6 بيضات، لكن انتو على حسب افراد الاسرة. اخذ الريحان وبحطه على الخليط اللي سويته. ريحة الريحان كثير حلوة. اذا خليطنا صار جاهز. الحين نراويكم بس شلون بنسويه. بنقطع البيضة بالطول قطعتين، بنشيل الصفار طبعا الكوليسترول كله يكون في الصفار، فاحنا بنستخدم بس البياض في هاي الطبق. ايضا هني يعني انا برويكم الحين بس هاي الثنتين، وبعدين احنا بنكمل وبشوفونا طبعا في نهاية البرنامج ان شاء الله كله كامل. اذا الحين ايش بنسوي؟ بناخذ من الخليط اللي سويناه وبنحطه مكان الصفار بهاي الشكل. طبق خفيف وسهل، وحق السحور نفكر دايما ايش نسوي حق السحور، وصحي يعني سبانخ. مثل ما شفنا، وبنكمل طبعا بقية البيض بنفس الطريقة، وإن شاء الله بننتقل الحين لطبقنا الرئيسي اللي هو الجريش، وبشوفوا مقاديره على الشاشة. كيلو واحد من اللحم الضاني المسلوق، حبة فلفل أخضر، ملعقة صغيرة من الزنجبيل المبشور، ملعقة صغيرة هيل، ملعقة صغيرة لكل من كمون، كزبرة، فلفل بذور أو أحمر، 2.5 كوب جريش، حبتين من البصل المتوسط الحجم مفروم، حبتين من الليمون الأسود، ملعقتين من الملح، 3 ملاعق من معجون الطماطم، 5 حبات طماطم كبيرة معصورة، 0.5 ملعقة صغيرة من الثوم المبشور، 0.5 ملعقة صغيرة حلوة، 0.5 ملعقة صغيرة قرفة، رشة فلفل أسود، 8 أكواب ماء تقريباً، بقدونس، كزبرة. والحين مع طبقنا الرئيسي اللي هو الجريش. الجريش طبعاً شفتوا المقادير أنتوا على الشاشة، وعندي هني أنا عشان طبعا ما ناخذ وقت كبير في البرنامج، فسلكت اللحم مع اول شل سلكت اللحم، شلت الزفاره اللي طلعت من عليه، حطيت فيه هيل، حبات من الهيل والقرنفل، وعود واحد من القرفه، خليته ينسلق. انسلق خلاص الجريش، شويه حمرته بدون سمن بدون زيت بدون أي شيء، بس حمرته شوية في الجدر. الحين بحط الزيت وبنحمر البصل بنحمر البصل
نخليه شوية بس يتحمر. طبعا مثل ما قلت لكم عندي اللحم خلاص مستوي والجريش أيضا شفشفناه. إذن عندي الحين الطماط، الطماط حطيناه في البلندر، عندنا الطماط الصلصة، الثوم، الزنجبيل، وعندي مجموعة من البهارات اللي هي الهيل والحلوة والكركم والدارسين والملح وشوية فلفل أحمر مع البصل. بخلي فلفل تبون فلفل أحمر أو فلفل أخضر، فلفل حار يعني يكون. جدا سهل عمل الجريش. هاي البصل بدأ يتحمر عندنا. بنحط فوقه شوية من الدارسين. أنا أحب مع البصل يكون شوية دارسين لأنه يعطي ريحة جميلة ويخفي لنا ريحة البصل. والحين طبعاً بعد ما استوى البصل بنحط الثوم والزنجبيل. هاي زنجبيل، بنحط شوية من الثوم وبنخليهم مع بعض. الحين اللحمة طبعاً مسلوقة ومستوية، بس بحطها على أساس تاخذ الريحة. أبيها تاخذ الريحة وريحة. الحين بنحط البهارات فوقها. الحين بحط الهيل، قفشة من الهيل، وبحط الكركم والحلوة وفلفل أحمر، وعندي هني اللومي الأسود حبتين، وعندي الطماط الصلصة. الحين بخلطهم كلهم مع بعض. نخلطه كله مع بعض، خليه يتشرب. بحط الطماط، والحين باخذ الجريش وبحطه فوقه. ونخلط كل المقادير مع بعض. الحين عندي الماي اللي سلكت فيه اللحم، أحطهم على الجريش ونخليه طبعاً يطبخ لحد ما يستوي الجريش. إذا حسينا أن الماي اللي المقدار اللي أنا حاطته لكم ما كفى، ممكن أن نزيده كوب واحد، بس أنا أعتقد أن المقدار بيكفيكم. إذن الحين بس باقي الكزبرة والبقدونس. وبنملح جدرنا. وشذي طبعا الجريش خلص. احنا بنخليه
يطبخ لحد ما يستوي. طبعا انا احب لما مثل المكبوس لما ينشف الماي يتم فيه شويه من الماي اسكره وادخله بالفرن على حراره 120 درجه مئويه لتقريبا 15 دقيقه، بعدين اخفف على النار اخليه بس على 80 درجه لحد ما بسكب الطعام. طبعا كذي جريش نحن خلص، وان شاء الله بتشوفونا في اخر الحلقه. والحين بناخذ فاصل وبعدين برجع لكم مع الخبيصة. ثلاث أكواب يميز ناعم، نصف ملعقة صغيرة كركم، 2.5 كوب سكر، 3 أكواب ونصف الكوب ماء، ملعقة صغيرة من الهيل، نصف كوب ماء ورد وزعفران، ربع كوب زبيب، نصف كوب لوز، 200 غرام من الزبدة. رجعنا لكم من بعد الفاصل ومع الخبيصة. الخبيصة طبعاً شفتوا مقاديرها على الشاشة، أيضاً عندنا هني. أول شيء أنا حطيت السكر مع الماي 3.5 أكواب من الماي مع السكر، وخليتهم علشان شوية أبغي السكر يذوب مع الماي، وبضيف له الكركم 0.5 ملعقة يعني صغيرة، هني 0.25 ملعقة تقريبا عشان أبي يصير لون السكر أصفر. بحركه مع بعض وخليه يطبخ لين شوية يستوي الماي مع السكر. هني عندي بحط السميد تقريبا 3 أكواب من السميد، وخليهم شوية يتشفشفون يعني يتحمر السميد شوية لحد ما أشوف ريحته طلعت. بين فترة وفترة أحركه شوي على أساس أضمن أنه هو ما يتلصق تحت وما يحترق. نحرك السميد شوي يعني يبي له تقريبا من 3 إلى 4 دقائق، نحركه لين نشوف ان السميد شوي يتغير لونه شوي مو وايد، ونشوف ان ريحته طلعت. اذا خل اتاكد الحين ريحة السميد طلعت. بحط الزبدة وبعد بحرك السميد مع الزبدة. خليه يذوب الزبدة تذوب مع السميد. طبعا الخبيصة من الأكلات الشعبية القطرية واللي احنا صراحة إلى الآن نحافظ عليها ونحب أن نقدمها أيضا لضيوفنا، يعني وفي السنة كاملة نسويها، مو بس إن علشان إن رمضان احنا نسويها، بالعكس دائما طول السنة نسويها. إذن الحين خلط الزبدة مع السميد، هني الماي مع السكر مع الكركم صار عندي، بحط له الهيل. خلاص بسكر على السكر،
الحين باخذ الماي اللي سويته مع السكر وبضيفه على بضيف شوية وبخلط بنخلطه شوي بعد ونخلطه الحين بنحرك المقدار وبنشوف إذا يبي بعد من الماي والسكر بنضيف له طبعا عندي الماي الورد والزعفران نحط له من الماي الورد مع الزعفران بنحركه شوية نخليه نشوف إذا يحتاج حق ماي وسكر أو لا أشوف بس ينشف الماي اللي فيه الحين أخليها ممكن إن شو نسوي نقطيها وندخلها بالفرن على 120 درجة الحرارة علشان ما نقدر يعني اللي ما يقدر يحرك وايد في الخبيصة ممكن إن إحنا نسكرها وندخلها بالفرن بنشوفها انشفت تماما وصارت يعني ما يصير فيها ماي وتصير نثرية هي تقريبا الحين خلاص صارت بس نبيها شوي تنشف لأن ما زالت رطبة ما زالت رطبة نبيها شوي تنشف بضيف لها الزبيب واللوز والفستق وطبعا كذي صارت خبيصتنا جاهزة طبعا احنا كذي انتهينا من اخر طبق وان شاء الله الحين بتشوفون الاطباق كلها اللي عملناها في اخر الحلقة أعزائي وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم سفرة رمضان وقدمنا لكم في البيض المحشي مع السبانخ والجبن وطبقنا الرئيسي كان الجريش وطبقنا الحلو كان الخبيصة إفطار شهي وصيام مقبول بإذن الله وألتقي وياكم باشر في نفس الموعد وإلى اللقاء